سيعرف موسم العمرة هذه السنة زيادة في تكاليف مناسك العمرة بعدما فرضت السلطات السعودية رسومات جديدة على كل المعتمرين كضريبة 300 ريال و110 ريال للتأمين وزيادة في أسعار النقل السعودي. ضف إلى ذلك تكاليف التسجيل بالمنصة معطيات تشير لزيادة في أسعار العمرة. الأسعار راح تكون كاينة زيادات مقارنة بالسنة اللي فاتت، لأن ملغاوش المنصة، يعني الدفع حيكون إلكتروني. الدفع الإلكتروني طبعا فيه الفندق في المدينة، الفندق في مكة، النقل والتأشيرة. التأشيرة السعودية لغات 2000 ريال اللي كانت مفروضة السنوات اللي فاتت، وزادوا ضريبة اللي هي 300 ريال زائد 110 ريال اللي هي التأمين الصحي. زيادة تتراوح ما بين 30,000 و 45,000 دينار جزائري مقارنة بأسعار السنة الفارطة. زادوا في الخدمات الأرضية، خدمات الوكيل السعودي اللي يصدر التأشيرة، راه عنده تقريبا عنده لي تاكس أو ضريبة يزيدها، عنده الضريبة على التأشيرة هذه 300 ريال، النقل زاد تقريبا 100%. في النقل المعتمرين 100%. الآن ضرائب الفنادق، أيضا ضرائب الفنادق بحسب التصنيف، يعني بين 3 نجوم والخمس نجوم كل وحدة ضريبة تقريبا 10% في الفنادق. المنصة نفسها تأخذ 22%، المنصات هذه اللي يعملوها السلطات السعودية، يعني زيادة معتبرة تقريبا 70% في زيادة على العمرة العام، على يعني فيما يحد تقريبا واحد 40,000 دينار الى 45,000 دينار زيادة على العام الماضي للعمرة هذه السنة. موسم العمرة هذه السنة عرف عدة عراقيل جعلته يشهد تأخرا، زاده ارتفاع في تكاليفه ما قد يساهم في انخفاض كبير لعدد زوار بيت الله.